المعيار الثاني ألا وهو المعيار الديموغرافي. المعيار الديموغرافي نقصد به الجنس، العمر، التعليم، الوضعية الاجتماعية إلى آخره. يعني هل زبائني عندهم مثلا جنس معين؟ إذا كنت أنا أبيع ملابس للرجال فإن زبائني رجال وليسوا نساء، والعكس صحيح. هل زبائني عندهم فئة عمرية محددة؟ إذا كنت أنا أبيع ملابس رجال رياضية، إذا ملابس رياضية أكيد عندي زبائني واللي عندهم فئة عمرية ربما قال من 18 سنة إلى 40 سنة أو أكثر. إذا هنا دائما هل هناك فئة عمرية أم لا؟ هل مثلا المستوى التعليمي مهم بالنسبة إلي؟ إذا كنت أنا مثلا مكتبة أبيع كتب، أبيع كتب، ففي هذه الحالة ربما إذا كنت مكتبة